ولذلك كان بعض الرقاة اللي على منهج السلف الصالح اللي ما يحبون التأكل بالرقية ولا يحبون الظهور ولا يحبون الشهرة بهذا، يأتيه المريض وهو في المسجد، هو إمام مسجد، يأتيه المريض قبل الصلاة أو بعد الصلاة وهو مستند إلى عمود أو غيرها، ويقول إنه يشكو من كذا وكذا ويريد منها أن يرقيه ينفث عليه، فيقرأ مما وقف عليه من القرآن العظيم حتى لو هي قصة فرعون وإبليس، لأنه يعني كلام رب العالمين، ويشفى المريض وعاش عمره كله على هالطريقة هذه، ولا يتكلم لا مع المريض ولا مع النفس الخبيثة اللي فيه، فقط يقرأ عليه من الموقف اللي هو يقرأ فيه آية آيتين ثلاث خمس حسب الوقت، ويشفى المريض لأنه كلام الله عز وجل، واضح هذا؟ والقرآن صفة من صفات الله، كلام الله عز وجل. نعم.